لكي يصبح الصحفي مدير نشر، لكي تصبح مدير نشر سواء لجريدة ورقية أو لصحيفة رقمية إخبارية، من واجبك أيها الصحفي الناشر أن تتوفر على ما يلي: أولا أن تكون مهنيا، بمعنى أن تكون حاصلا على بطاقة الصحافة. اثنين أن تكون مجازا على الأقل، أو دبلوم من دبلومات الصحافة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص معادل للإجازة الجامعية. مهنيا مجازا، وأن تكون أيضا مقيما. لا يمكن أن أسس جريدة أو وكالة للأخبار أو إذاعة أو قناة داخل المغرب وإقامتي في كندا أو في أستراليا. يجب عليك أن تكون مقيما بالمغرب لكي يكون لك الحق في تأسيس وسيلة من وسائل الإعلام. إذن أن تكون مهنيا، أن تكون مجازا، وأن تكون مقيما، وأن تكون أيضا مالكا لهذه الوسيلة الإعلامية، أن لا تكون مستأجرا لصالح شخص آخر أو لجهة أخرى من أجل أن تدير نشر هذه الوسيلة الإعلامية، أن لا يكون قد صدر في حقك حكما نهائيا في قضايا كثيرة، في قضايا الابتزاز، في قضايا الرشوة، في قضايا الاغتصاب، في قضايا الإرهاب، في قضايا المخدرات، في قضايا كثيرة.